النوع الثالث من الديستريبيوشن اللي هو جيومتريك ديستريبيوشن. جيومتريك ديستريبيوشن أخذ اسمه من الجيومتريك سيريز، من المتتالية الهندسية، حتى نحسب الاحتمالية للجيومتريك ديستريبيوشن أو ما يسمى البي دي اف probability density function. فنحسبها انه p of z يساوي انه 1 ناقص p لاحتمالية الفشل للأوز z ناقص 1 مضروبة في p اللي هي احتمالية النجاح. طبعا z هي تتراوح ارقامها من 1 الى infinity. الجيومتريك ديستريبيوشن هو ميموريليس ديستريبيوشن. ممكن حساب الجيومتريك ديستريبيوشن باستخدام السي دي اف. احنا قلنا البي دي اف، بي دي اف معناها انه ايجاد probability عندما تكون قيمة الراندوم فاريبل تساوي نفت قيمة معينة. اما السي دي اف فإيجاد الاحتمالية عندما قيمة الراندوم فاريبل ممكن تكون أصغر أو تساوي قيمة معينة أو أكبر أو هي أصغر أو تساوي قيمة معينة. السي دي اف ممكن حساب جيومتريك ديستريبيوشن باستخدام السي دي اف إنه هو يساوي 1 ناقصا بي للأس اكس. المين للجيومتريك ديستريبيوشن هو يكون 1 على البي، الفاريانس هو 1 ناقص بي على بي سكوير، والستاندرد ديفيجن هو يكون تحت جذر الفاريانس، وبالتالي راح يكون يساوي تحت جذر 1 ناقص بي على بي. شو وقت نستخدم الجيومتريك ديستريبيوشن؟ نستخدمه عندما يطلب من عندنا one success نجاح واحد مثلا، او ايجاد اول نجاح في لأي تجربة، فنستخدم الجيومتريك ديستريبيوشن. المثال هنا if a patient is waiting for a suitable blood donor and the probability that the selected donor will be a match is 0.2 then find the expected number of donors who will be tested till a match is found including the matched donor. هنا يقول اذا احنا اكو مريض ينتظر متبرع دم مناسب وكانت احتمالية انه ايجاد متبرع مناسب هو 2 بالعشرة، يجد القيمة المتوقعة لعدد للمتبرعين اللي راح يختبرون، يعني يختبرون دمهم هل هو مناسب ام لا. بما انه هنا انا دا ادور على suitable blood donor، على متبرع مناسب، يعني انا اريد ايجاد one success، وبالتالي بما انه one success يعني انا استخدم الجيومتريك ديستريبيوشن. وبما انه هو طالب الاكسبكتد نمبر اوف دونرز، يعني يريد الاكسبكتد فاليو اللي هو المين، والجيومتريك اللي هي يكون 1 على بي، وبما انه مطيني البي احتمالية النجاح اللي هي 2 بالعشرة، إذا راح يكون هو 1 على 2 بالعشرة، وبالتالي راح يكون يساوي 5 هي الـ expected number of donors. السؤال أو المثال الثاني suppose you are playing a game of darts. إذا افترض إنه أنت تلعب لعبة رمي السهام، the probability of success is 4 بالعشرة، احتمالية النجاح هي 4 بالعشرة يعني P. What is the probability that you will hit the bullseye on the third try؟
ما هي انت دا تلعب رمي سهام، ما هي احتمالية انه انت راح تضرب مركز المركز مال المركز هاي الدائرة اللي بالوسط مال سهام من المحاولة الثالثة؟ بما انه انا اريد انه اريد انه النجاح او اول نجاح هو شو راح يكون؟ راح يكون بالمحاولة الثالثة، فمعناها انه انا اريد جيومتريك ديستريبيوشن، يعني انا عندي ايجاد احتمالية الجيومتريك ديستريبيوشن. فالاحتمالية او البي دي اف هي راح تكون عندما اكس يساوي كم تريال، او كم ايش وقت اريده من المحاولة الثالثة. اذا اكس يساوي 3 يساوي 1 ناقصا بي للاكس ناقص 1 في بي، وبالتالي راح تكون 1 ناقصا 0.4، 3 ناقصا 1 اللي هي 2 في 0.4، بالتالي راح تساوي لي 0.144 بالألف. نجي إلى نوع آخر من الديستريبيوشن اللي هو الهايبر جيومتريك ديستريبيوشن. الهايبر جيومتريك ديستريبيوشن، إذا نرجع للباينوميال ديستريبيوشن، باينوميال ديستريبيوشن قلنا هو إنه أنا عندي two outcomes لكن عندي n من الترايلز، n من المحاولات، وكل محاولة هي independent عن المحاولة الثانية، يعني مستقلة. يعني شو يصير بيها؟ يصير بيها replacement أو replacing. إذا ما حدث replacement أو replacing، إذا أنا مثلا عندي cards from deck اللي هي الورق، مجموعة من الألعاب، الألعاب الورقية، من أسحب هذه الورقة ما راح أرجعها، راح أخليها في مكان آخر أو مجموعة أخرى. فإذا ما صار عندي replacement أو replace، فهذا الديستريبيوشن نسميه الهايبر جيومتريك ديستريبيوشن. يعني هذه اللعبة راح تتبع نمط الهايبر جيومتريك ديستريبيوشن. شلون يعني؟ يعني إذا أنا كان عندي صندوق، هذا الصندوق بN من الإليمنتس، العدد الـ أو عدد الإليمنتس number of elements هو N. هذه الاليمنت عملت بيها اكسبيرمنت، تجارب، حصلت على R من السكس، من النجاحات، R من السكسسز، R سكسس. فإذا عدد الفشل اللي صار عندي هو عدد الإليمنتس ناقصا عدد النجاحات، عدد الإليمنت ناقصا عدد النجاحات راح أحصل على عدد مرات الفشل. زين، هذه الإليمنتس أنا سحبت من عدها N من الإليمنت، انا عندي مجموعة من الكارتات اللي هي عددها n capital، سحبت من عدها مجموعة من الكارتات وما رجعتهن لهاي المجموعة، لا خليتهن بمجموعة اخرى اللي هي هذه. فاذا عدد الكارتات المسحوبة هي n small، عدد النجاحات اللي صارت في هذه المجموعة هي R، وعدد الفشل هي N capital ناقصا R.
بهذه المجموعة عدد النجاحات هي x وعدد الفشل هو n small ناقص x. فهذا هو الهايبر جيومتريك، كأنما صارت عندي مجموعتين، مجموعة الأولى اللي هي تحتوي على العناصر الرئيسية أو العناصر الأولى بالمجموعة، وكم عدد النجاحات وكم عدد الفشل، والمجموعة الثانية اللي هي نتجت لي من سحب عناصر من المجموعة الأولى وأيضا تحتوي على عدد من النجاحات وعدد من الفشل. الهايبر جيومتريك probability أو البي دي اف للهايبر جيومتريك هي هذه، هذا قانونها. R هي عدد النجاحات عندما تكون عدد العناصر يشقد N، هاي عدد أو total number of elements، والـ R هي النجاحات successes، و X هي عدد النجاحات للمجموعة الثانية اللي هي عدد عناصرها n small. إذن أنا عندي المجموعة الأولى عدد عناصرها n capital والمجموعة الثانية هي عدد عناصرها n small. نجاحات الـ n capital هي R، نجاحات الـ n small هي X، والفشل لـ n capital هي n capital ناقصا R، والفشل للـ n small هي n small ناقصا X. إذا هذا هنا، هذه عندنا النجاح success، هذا عندنا الفيلر الفشل. إذا عندنا النجاح في الفشل على عدد العناصر الكلي للمجموعتين. قلنا هذه هي البي دي اف للهايبر جيومتريك ديستريبيوشن. الاكسبكتد فاليو او المين هو ان في ار على ان كابيتال، والفاريانس هو يساوي ار في ان ناقصا ار مضروبه في ان small مضروب في n ناقصا n small على n square في n ناقصا 1، هذا هو الفاريانس. والستاندرد ديفيجن هو الجذر التربيعي للفاريانس. ناخذ مثال. Suppose a customer at a pizza store wants to buy two hamsters for his daughter. عندنا شخص في محل للقوارض يريد يشتري two hamsters لبنته، وهو يريد يكون هذول الهامسترز اما اثنينهم ميل او اثنينهم فيميل، يعني ما يريد فيميل وميل، لا اثنينهم، لاما يكونون اثنينهم ذكور او اثنينهم اناث. اذا عندنا بالستور بالمحل 10 هامسترز، عندنا 10 هامسترز، 5 ذكور و5 إناث. What is the probability of drawing two of the same sex؟ ما هي احتمالية إنه ناخذ من عندهم اثنين من نفس الجنس؟ فطبعا انه سحب الهامسترز هو راح يكون random selection، صورة عشوائية. ف
فاحتمالية يكونون اثنينهم بنفس الجنس، اولا انه احدد الديستريبيوشن لهذا السؤال. هذا السؤال دا يصير عندني كأنما عندي مجموعتين صاروا. اولا عندي المجموعة الاولى اللي هي التوتال الكلية اللي هي n capital، هي ايش قد اللي هي عندي 10 هامسترز. سحبت من عندهم، اريد اخذ من عندهم 2 هامسترز 2، فمعناها انه ال اكس عدد النجاحات اللي هي شقد 2. عدي عدد النجاحات للمجموعة الأولى اللي هي أما يكون 5 ميل أو 5 فيميل، فمعناها إنه R هي راح تكون 5، ولذلك N small أيضا راح تكون هي 2، لأنه هو يريد يأخذ 2 ميل او 2 فيميل من الهامسترز. فبالتالي راح اطبق قانون الهايبر جيومتريك، انه انا عندي ار 5 و اكس 2، وهنا عندي ان كابيتال اللي هي 10 ناقصا ار 5، وعندي هنا ان سمول اللي هي 2 ناقصا اكس اللي هي 2 على الان كابيتال اللي هي 10 والان سمول اللي هي 2، وبالتالي راح تطلع النتيجة هي 0.22% هي احتمالية يكونون اثنينهم ميل او احتمالية يكونون اثنينهم فيميل. العفو، احتمالية يكون يكونون اثنين ميل هي نفسها احتمالية يكونون اثنين هم فيميل. يريد ما هي، يقول احتمالية he wants two male or two females، يعني يكون يريد احتمالية يكونون اثنين هم ميل او احتمالية يكونون اثنينهم فيميل. معناها انه احتمالية يكونون اثنينهم ميل اللي هي طلعناها 0.22 زائد اور اللي هي زائد احتمالية يكونون اثنينهم فيميل ايضا هي 0.22%، وبالتالي راح يساوينا 0.44%، لأن هو يريد 2 males or 2 females، ودي هنا or. المثال الثاني a deck of cards، عندنا هاي مجموعة اللعب مال الكارت، تحتوي على 20 كارت، يعني عندي n capital هي 20، 6 من عندهم حمر و 14 سود، فعندي عدد السكسس اللي هي r هي شقد 6، وعدد الفيلرز اللي هي شقد اللي هي n كابتل ناقصا R اللي هي شقد 14. 5 cards are drawn randomly without replacement، بما انه كتب without replacement معناها انه هاي هايبر جيومتريك ديستريبيوشن، معناها انه n small هي شقد 5 و x يريد الاحتمالية exactly 4 ريد، يعني x يكون 4، وبالتالي n small ناقصا x
راح يساوي يساوي واحد. اكتب القانون مال الاحتمالية الهايبر جيومتريك، وبالتالي راح يساوي يساوي لي 0.0135. هنا ما اقدر اطبق الباينوميال ديستريبيوشن لانه الكارز قايلي هنا without replacement، بما انه without replacement فما اقدر استخدم الباينوميال ديستريبيوشن.